استراحة الظهيرة مع ياسمين خريشي. مرحبا مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا لليوم جديدة بمواضيعها وأخبارها. أكيد موضوع حلقتنا لليوم نزل على صفحتنا على الفيسبوك: إذا نمت ودخلت بغيبوبة لفترة طويلة وصحيت فجأة، شو أول إشي بتدور عليه؟ أول إشي، مش أول شخص. قلنا هلا هو هذا الموضوع إحنا طرحناه هيك يعني للفكاهة. هلا كلياتنا نحن لو صار هالشي من غير شر، أول شي بنسأل عنه أهلنا، أحبابنا، بابا، ماما، إلى آخره. إحنا عارفين هذا الجواب، لكن أنا بسأل شو هو الإشي أو أول إشي ممكن تدور عليه. بدنا نسمع الأجوبة منكم ونشوف شو اهتماماتكم. أكيد ومشاهدين رح اليوم يكون معنا فقرة مع الأخبار المحلية، وأيضا رح يكون معنا فقرة منوعة فيها أخبار صحية وفيها أخبار رياضية وأيضا فيها أخبار سوشيال ميديا. وبعدين ننتقل لفقرتنا التفاعلية، نستقبل فيها اتصالاتكم، وأكيد بنستقبل رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك، وختام الحلقة بيكون مع حدث في مثل هذا اليوم. خلينا نبلش جولتنا لليوم، وبداية مع الأخبار المحلية.
وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. كانت هاي جولتنا مع الأخبار المحلية، وأكيد شفنا أخبار العراق والشارع العراق. ونتمنى دائما الأخبار تكون إيجابية، وكل الحديث يكون عن التقدم التطور، وإن شاء الله يا رب أنه دائما هيك تكون أخبار العراق أخبار بتفرح. أكيد خلينا نروح لجولتنا مع الأخبار المنوعة، وبداية مع الأخبار الصحية. هل يدمر الشخير الذاكرة حقا؟ في دراسات بتقول انه الناس اللي بتعاني من موضوع الشخير ممكن انها هي تواجه صعوبة بتذكر الماضي. شو علاقة هذا بهذا؟ رح نحكي أكثر. بيقول أو بتقول الدراسة أن الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو السبب الرئيسي في الشخير، يستعيدون بشكل سيء ذكريات السنوات التي مضت، ويكافحون من أجل تذكر تفاصيل محددة مثل أسماء الزملاء أو رقم المنزل أو الشارع الذي اعتادوا العيش فيه في الماضي. ففي كل مرة يصاب فيها الشخص بالتهاب التنفس أثناء النوم وبالتالي يعاني من الشخير، فإن حنجرته تتقلص لحجب مجرى الهواء، والذي يؤدي أيضا إلى قطع وصول الأكسجين إلى الدماغ. ويعتقد الباحثون أن هذا ما يدمر المادة الرمادية في الجزء المهم في الدماغ المسؤول عن تسجيل الذكريات. ووجدت الدراسة التي أجريت على 44 مريض تتراوح أعمارهم بين 20 و 69 عام يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، أن لديهم ذكريات سيئة للغاية تتعلق بتفاصيل الحياة في مرحلة البلوغ المبكر. فعند مطالبتهم بإعادة سرد تواريخهم الشخصية، كانت لدى أكثر من نصفهم ذاكرة عامة، حيث ناضلوا لتذكر التفاصيل. أما الأصحاء من العمر نفسهم فقد عانوا أقل أو قد عانى أقل من واحد من كل خمسة من مشكلة عدم القدرة على تقديم ذكريات تفصيلية. عشان هيك يمكن هلأ إحنا اللي اكتشفناه، يعني أو اللي أنا اكتشفته، انه الشخير معناها هو ناتج عن مرض، يعني هو مش انه زي ما احنا بنقول بتكون نايم انت نومه مش صح او الى اخره. يعني هو سببه الانقطاع النفس الانسدادي النومي، يعني في مجرى بده ينقطع من عنده الاكسجين، وبالتالي بتصير عمليه انه ياخذ الاكسجين كثير صعبه، فبصير يطلع هذا الصوت. معناها في حل للشخير على الأغلب. يعني ممكن نوجه هذا السؤال لشي دكتور بيكون معنا بشي حلقة، دكتور أنف وأذن وحنجرة، بدها تكون هي بهاي المجرى اللي هون بالأنف أكيد. وبما أنه حكينا عن الأنف، أكيد خطر ببالكم هيك شي مرة سألتوا ليش إحنا عنا بالأنف؟ سبحان الله، خلقت ربنا أنه في فتحتين للأنف مش فتحة واحدة. الجواب رح نلاقي بهذا الفيديو، لكن هذا هو السبب وراء وجود فتحتين في الأنف وليس فتحة واحدة. وعشان هيك سبحان ربي كل إشي خلقنا، طبعا ربنا بأجمل صورة وكل إشي فيه له سبب. لكن هذا كان موضوعنا الصحي، ومكملين مع الأخبار الصحية. بيقولوا إنه الضحكة يلي طالعة من القلب ممكن إنها تحمي الدماغ. الضحكة مش المفتعلة ولا اللي هي مجاملة، يعني الضحكة اللي لما أنت بتضحك هيك بتحس حالك بطلت قادر تحكي. خلينا نشوف الفيديو. طيب يعني طيب ممكن احنا نرجع نشوف الفيديو بعد ما يجهز ان شاء الله عن هذا الموضوع، وخلينا نكمل اخبارنا. طيب في مجال اكمل اخبار؟ خلينا نروح لاخبارنا الرياضية.
تكشف عن موهبة بعيدة عن كرة القدم. كشف سيرخيو راموس عن أو مدافع وقائد فريق ريال مدريد عن موهبة موسيقية جديدة لا إله ما عفوا لا يقل تميزه بهذه المهارة أو بهذه الموهبة عن جدارته في أرض الملعب، وذلك قبل يومين أو على مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة. شارك راموس مقدم البرنامج اللي هو طلع ضيف فيه واللي هو كشف عن موهبته في عزف لحن مشهور على الجيتار، هو على ما يبدو بالإسباني اسمها أو بالفرنسي، وبرع راموس بأدائه ولاقى استحسان الحضور. تحدث راموس عن مواجهة برشلونة قائلا: برشلونة هو متصدر الليغا، سنلعب أمامهم في الكأس، ولدينا أيضا الكلاسيكو وعلينا أن نفوز، وثم لدينا دوري الأبطال. حاليا الفريق تحسن وبات يفعل ما هو مطلوب، وحصلنا على نتائج جيدة لهذا الشهر، ولكي نعيش لحظات جميلة علينا أن نصل لحالة. إلى محبين راموس طلع كمان في عنده مواهب تاني غير كرة القدم، وهو أيضا عازف جيتار. وهيك بتكون مشاهدينا أخبارنا الرياضية انتهت، ومكملين مع أخبارنا المنوعة وننتقل إلى عالم السوشيال ميديا. انتشر مقطع فيديو لمذيع سعودي على إحدى الفضائيات السعودية. انتشر هذا الفيديو لهذا المذيع بسبب رد فعله القاسي جدا على متصلة. المتصلة قالت له: أنا بدي أوجه رسالة للفلان الفلاني، ما بعرف هو الضيف اللي معه أو هو إله، ما بعرف صراحة، أو شخصية مشهورة إلى آخره. قالها شو الرسالة؟ قالت له: بدي أقول له الله يسعدك ويوفقك. لكن ردة فعل المذيع هي اللي كانت صادمة، خلينا نشوف. يعني اللي أثار ضجة مع رواد السوشيال ميديا واللي خلى الفيديو ينتشر أكثر وأكثر، إنه وين السبب أو شو السبب اللي خلى هذا المذيع يزعل؟ إذا هي قالت له الله يسعدك ويوفقك مثل ما قال الضيف، هي عم تدعي يعني. وأسوان غزل في الموضوع رد فعل، يعني مش إذا عشان أنت عم بتدير الحلقة تكون ردة فعلك بهالطريقة وتسكر الخط أو تفصل الاتصال بهاي الطريقة، يعني مش حلو. لكن يعني وكأنه هو، يعني أنا أول شيء فكرت الحكي موجه إله، فقلت يه هو ليش انعجق؟ يعني نفسه يعيش الشعور إنه في حدا عم يتغزل فيه أو شيء. طلع أصلا الشعور مش الحكي مش موجه إله، لكن تم فصله طبعا من القناة، لأنه أنتم بتعرفوا هلا المذيع اللي بيكون على بالبرنامج أو إذا هو كان أيضا المعد، ممكن إنه هو أو مش ممكن، هو على الأغلب بمساعدة المخرج اللي بيدير الحلقة، وبقدر إنه كيف مثلا هنا ياخذ اتصال هنا يفصل، كيف مثلا يعني مثلا إذا صار لا سمح الله اتصال غير مرغوب فيه أو حكي غير مرغوب فيه، إنه هو يتصرف يكون عنده سرعة بديهة. لكن تصرف غير مقبول أبدا، وهو اعتذر. لكن أنا شفت له فيديو للمذيع بيقول إنه فصلته من القناة إنها كانت إيجابية، وهو مبسوط كتير ومرته مبسوطة كتير، لأنه صار في عنده وقت إنه يشوف مرته ويقعد بالبيت. يعني تبرير صراحة، يعني نحن كتير مبسوطين لك إنك قاعد في البيت صراحة، ومش غلط يعني، خد راحتك وقعد في البيت. خلينا نروح لفاصل غنائي مشاهدينا. وعلى سيرة الأغاني، حسين الجسمي منزل أغنية عراقية بس بنصحكم تسمعوها، هي طويلة شوي، يعني أنا بلشت معي أول ما طلعت من البيت، خلصت وقت وصلت الشغل، لكن حلوة اللهجة العراقية منه، وحلوة حلوة الأغنية. اسمها ما نسيتك ما أنساك، إيش ما نسيتك هيك، إعادة
هي أغنية قديمة لمطرب عراقي عادل عقلة، وهو رجع غناها كمان مرة. أنا قلت الأغنية سرق، سبحان الله، لأنها قديمة كلماتها حلوة، لأنه كل شيء قديم من الأغاني والفن كان فعلا كلماته حلوة. خلينا إحنا مش رح نروح نسمعها هلا، لكن رح نروح نسمع أغنية ومن بعدها بنكمل أنا وإنتو مشوارنا مع الأخبار المنوعة، لانه نحن كثير هالفتره عم بنعاني من ادمان الهاتف المحمول كلنا، يعني صراحه بدون استثناء، وشو من كان شغلنا. حتى لو مثلا انت كنت بمشوار او بمكان مش قادر تستخدم موبايلك، كل تفكيرك بيكون يلا بدي امسك موبايلي، هلا بلاقي 5 اتصالات و14 مسج، ممكن اللي ما سال عني قبل سنتين يكون سال عني، بترجع لموبايلك بتمسكه بتلاقي انه مش واصلك اشي للاسف، بس هذا كله لانه تعلق بالهاتف المحمول. معنا اول اتصال، لو نمت سنوات طويله وصحيت فجأة شو الاشي يلي بتدور عليه او اول اشي؟ معنا اول اتصال. الو، مرحبا استاذين. مرحبا استاذ ياس، كيفك؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله مبسوطة، الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. والله موضوع اليوم دردشة افتراضية جميلة جدا. طبعا موضوع اليوم بلش دردشة افتراضية جميلة جدا حلوة. نعم الحمد لله، تفضل. شو أولا من الناحية الدينية والسلوكية، وهذا مهم جدا، أراجع كل ما عملته في حياتي السابقة وأصحح الأخطاء والمسالك التي انتهجتها وأكرس الصح وأتجنب غير الصالح وغير المفيد، وأعمل لرضا الله سبحانه وتعالى ومساعدة الناس الذين يستحقون المساعدة. لأن حضرتك قلتي إحنا نريد صفات وليس أسماء. ثانيا إنسانيا ودنيويا أتفقد أهلي وأبنائي وعائلتي الأقربين، وأنا حاضر للمناقشة إذا أحد مناقشة. وحكمة اليوم: المعيار عند الله التقوى وليس الأقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تحياتي لك مرة ثانية وكل الأمنيات بالسعادة والموفقية والنجاح. عندك مناقشة ولا لا؟ شكرا كثير لك استاذ ياس، يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك على المشاركه هاي، يعطيك العافيه. خلينا نروح ناخذ تعليقاتكم. طبعا ليش انا عم بقول لكم ايش هو الاشي وليس الاشخاص؟ لانه كل التعليقات كانت هي معنيه بالاشخاص. محمد عمار الغنودي من ليبيا بيقول اول حدا ببحث عنه امي. معتز الزيدان بيقول ماما وبابا. اما مايا بتقول امي. هند العراقيه بتقول كل شيء افتقد. اوكي انتصار، اوكي مش رح اقرا تعليقك لانه مش خارج، وانت عارفه انه هاي التعليقات تنقرا على الهواء. اما امير بيقول بدي افكر وبعدين اجاوب، سؤال صعب يراد له وقت. وقت وقت يا امير، بتنكتب بالتاء المفتوحه مش تاء المربوطه. طب رحت انا علقت لهم قلت لهم يا جماعه ما هي الاشياء اللي اذا انت نمت لفترة طويلة وصحيت فجأة راح بتدور عليها وليست الأشخاص. راح شو قالنا أمير وجاوبنا؟ قال أول شيء بدور عليه هو الدعابيل مالتي، كنت ضاممهم بقوطية حليب نيدو مال زعاطيت، بس وين اختفت والله ما أعرف، كسبتهم وأنا وصغير. شوف هلأ إذا هلأ كل الأولاد كانوا مخبيينهم بعلبة النيدو، متفقين عليها هاي، يعني جدا متفقين عليها، أو أوقات بفردة جرابات كانوا يحطوها هيك عشان زي البدو الرحل، يعني هيك يحطها على كتفه ويضل ماشي. هلأ إذا أنت فقدتهم على الأغلب بده يكون عندك أخ صغير وهو بلش بالدوري، وفي عندكم دوري بالحارة وأخوك ماخذهم ونازل يلعب فيهم. إذا أنت فقدتهم، أو يعني عادة الأمهات كل شيء بيشوفوه ما له لازمة بكبوه، فعلى الأغلب بدها تكون والدتك رمتهم. يعني خلينا أيضا ناخد علي الأفندي بيقول صباح الحب للذين ينشرون الجمال في هذا العالم، الذين يصنعون أكاليل الورد حول قلوبنا، الذين ينشرون الحب والود والسلام لمن حولهم. وإحنا بدورنا بنقول لك صباح النور، وشكرا كتير على هالوردات الحلوين، حتى الوردات صفر، شكرا كتير إليك يا صديقنا. عمار العبيدي ولا هو عماد العبيدي مش عارفين شو قصته، انا عمار العبيدي، اوكي اوكي انا اسفه خلص. بدي اقتنع انه اللي عم بيراسلنا باسم عماد العبيدي هو عمار العبيدي، صحح الراي يا زلمه، هذا الحساب لإلك، فيك تزبط اسمك. اهلا وسهلا فيك يا عمار العبيدي صديق البرنامج. ابو شهاب بيقول ولا ما بيقول، خلينا نشوف المسج. او بعت لنا شكرا كتير برضو على هدول الوردات، وتحياتنا لإلك أيضا. وبيرجع
أمير بيبعت لنا كلمات حلوة، شكرا كتير يا أمير، كلها كلمات فيها طمأنينة ورضا، وإن شاء الله بيقول إذا ربنا أعطى بيدهشنا بالعطاء، سبحانه ربي اللي عنده قريب. شكرا كتير، مساء الخير والرضا والأمل، شكرا كتير يا أمير ويعطيك ألف عافية. صالح، أوكي يا صالح، شكرا على المسجات. إذا معنا اتصال بناخده مشاهدينا، وإذا محمد هي آخر مسج. محمد عمار الغنودي من ليبيا شو بيقول؟ أول شيء بدور عليه هو الموبايل بعد ما يصحى طبعا، لأنه أنت بدك تدور على الموبايل، بدك تدور على المصايب اللي بدها تصير من بعد ما تلاقي الموبايل، إنه شو هذا يا عمار. لكن كانت هاي تعليقاتكم مشاهدينا، وهاي مسجاتكم يلي بعثتوا لنا اياها، شكرا كثير على مشاركاتكم، شكرا كثير على رسائلكم. وايضا بعيد وبكرر، اللي بحب انه نحن نحكي عن موضوع معين لا تترددوا انكم تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك وتبعتوا لنا شو هي المواضيع اللي حابين انه نحن نحكي عنها. يمكن احنا وصلنا للختام، ضايل عنا فقرتنا حدث في مثل هذا اليوم، احنا بنروح وبنشوفها، وانا بطل عليكم بكره بحلقه جديده. الى اللقاء.